هلا، اكو موضوع كلش مهم اليوم اريد اسولف بيه. هواي من الناس تتدخل بامور ما تعنيه وتسال اسئله فضوليه، مثلا ايش قد راتبك، ايش وقت تتزوج، منين لك هاي الفلوس. حلو هيك يا الله، تمام. اي هسه بعد 3 اسطر. وهواي اسئله فضوليه اللي المفروض ما تنسال. تدرون لو كل واحد من عندنا يركز بحياته كان صار اخر عيد. وهواي أسئلة فضولية اللي مفروض ما تنسأل. تدرون لو كل واحد من عندنا يركز بحياته شان صار براسنا خير. عوفوا الناس عايشة ولا تدخل منين عايد. عوفوا الناس عايشة ولا تدخلون بأشياء ما تعنيكم. ركزوا لي بحياتكم.